13 10 طبعا ده ميزان 70، يعني المفروض ان هو راجل ناضج، بس هو مشكلته هو كويس جدا في شغله، كل حاجه ما شاء الله يعني عليه ودماغه حلوه، بس مشكلته انه بيضيع من ايده فرص كتير جدا بسبب تردد، بسبب مش مستقر، مشتت، يعني في دماغه حاجات كتير عايز يعملها، في الاخر ما بيعرفش يعمل اي حاجه، فبس بنصحه انه يتأنى شويه. تمام، هبقى كلام بصفه عامه طبعا. ماشي. طب 1/11 73 1/11 ده عقرب. العقرب انا بعتبره من اكتر الابراج الناجحه في الرجاله. راجل ذكي. لو ست، انا اظن هو بيسال على بابا وماما، فالاولاني قال راجل، فنقول العقرب ست بقى. ست يعني بتهيألي. بص، ست العقرب ست ناجحه جدا كمان، ست ما يستهانش بيها، دايما بتتفهم غلط، ودايما بتتفهم انها تقول لك عقرب يا ساتر، لا بالعكس، من احسن الابراج في ستات العقرب. بتحب بيتها جدا اظن. بصي، بتحب بيتها ومخلصه وكويسه جدا وذكيه وتشتغل، يعني عايزه اقول لك تشتغل في البيت وتشتغل في شغلها كويس جدا، وام حنينه جدا بس شديده، مش ام يعني بتدلع اولادها قوي، لكن ما تقربيش منها، ما تاذيهاش، لو اذيتيها او لو جيتي على حياتها هي هتاذيكي، لكن هي من نفسها ست مش كويس. بس هي عنيده شويه. و1/11 كمان شخصيه قويه يعني. طيب معانا تليفون.